إذن مشاهدينا الكرام، من أمام سينما الباتي هنا بمدينة الدار البيضاء، مرة أخرى عرس فني وقنبلة الموسم قلب استاد سعود. وأكيد أننا تكلمنا مع جميع النجوم في البساط الأحمر، وما غاديش نساو باش نديرو لقاء مع النجم أيضا ديالنا اللي هو خونا عبد الشريف، ومن لا يعرفه أشهر من نار على علم العيساوي اللي دائما حاضر معنا ولد الدار بطبيعة الحال. تنبغيو نحييوك ونحيو الفرقة ديالك اللي تبارك الله مع هذه الحرارة والصهد، ولكن برافو عليكم صراحه. كنأديو الواجب على لاله فاطمه الزهراء، وحنا سعداء جد سعداء بعائلتنا الثانيه قناه شوف تي في اللي دائما ما كتنساناش انها تحضرنا في اي مناسبه كبيره بحال هكا. انت فعلا كتحمروا الوجه. الله يطول عمرك. انتما ديال تحمرت الوجه، وداك الشيء تبارك الله كما كيقولوا هماوي، وداك الشيء راقي ونقي. بارك الله عليكم، ما عندي ما نسالكم صراحه. انا ننصحكم في المناسبه ديالكم العائليه، وليدات متخلقين راقيين مثقفين قاريين واعيين، اختاروا هذا الطريق ديال طريق الفن. صراحه ما كاينش ما احسن من الفن، فن راقي عيساوى دقيقيه الشعبي. الامداح فاش ما جيتوهم ما عندي ما نقول، انا تنعرف عبدو. الله يحفظك الله يحفظك. سنوات طبيعه الحال. والله يا ولدي لاله فاطمه الزهراء، انت من الناس اللي ما ننساش الفضل ديالهم، اللي كان عن طريقة ان اول مره كان اللقاء ديالي مع شوف تي في 2017 وتلاقيتك، والحمد لله بقات المسيره من انا ذاك لهنا. وحنايا صراحه عجبنا هذا المستوى اللي وصل ليه السينما المغربيه، احنا شرف كبير لينا وللمملكه المغربيه. زعما ما تفرجوا في الفيلم طبعا؟ لا ما تفرجناش باقي، اليوم غتفرجوا. وحنا في الخدمة، حنا دابا تنأديو الواجب لاله فاطمه الزهراء. مرحبا بكم الأصداء، راكم سمعتوها بطبيعة الحال. بطبيعة الحال ديال الفيلم، وشفتوا النوعية ديال النجوم اللي كانوا في هذا. بطبيعة الحال نجوم كبار. نجوم فنانة كبار وتقال، وشرفوا السينما المغربية. أنا غير خديت غير زعما غير نبدا في كعرف في القنوات على الهوية ديال الفيلم. تبارك الله كيحكي واحد الواقع مغربي بطابع كوميدي ودرامي. انا عجبني حاجه وحده، ان لا الوزاره لا يعني السلطات المحليه لا يعني الكل اللي كيتبع الفن كان كيساند هاد العرس وهاد الفرح هذا الكبير. تبارك الله عليكم. بما ان كنتكلموا على النجوم، غادي نشوفوا واحد النجمه اللي جات حاضره تبارك الله عليها، اللي صراحه تسنيناها. عزوة شرافة، ما عرفتكش اختي، والله ما عرفتك. تنقول شكون هي هذه الجميلة اللي جات بهذه السيارة الفارهة؟ سعيدة شرافة. انتي واش الناس كيكبروا وكاين ما عرف شنو، انتي تبارك الله ما شاء الله عليك غدا وكتصغاري وكتزياني. الله يحفظكم، شكرا جزيلا، ألف مبروك الفيلم استاذ سعود، فرحانة بزاف، وإن شاء الله ربي يوفق، وان شاء الله واثقه في نجاح هذا الفيلم، واثقه في كانت بلاصتك سعيده. البارح كنت في الناظور، فيلا وصلت من الطياره لعندكم مباشره. يعني من الطياره ولا هذه الطياره اللي جيتي فيها؟ لا الطياره اللي جيت فيها. مولات ديال هذه طياره ولا سياره اختي؟ لا تبارك الله غير سياره. ما شاء الله ما حسدناك، ما شاء الله. خمسه وخميس سعيده، هذه جبتيها من ميريكان وانت سايكاها؟ لا جات في الباطو. شحال دايره هاد الطوموبيله سعيده؟ واخا عيني لا في عيني العديان عاد قولي لي ربي لا ما قولي شحال دايره. كاينش بلاصه عشي عشرات المليون 20 مليون، انا هذا واحد في الطوموبيل 30 مليون. بارك الله عاد قولي اختي، قولي لي قولي بلا ما ندخل جوجل نقلب. مليون الاورو؟ لا مليون مليون الاورو الاورو. ريال سعيده استاسيوني وحنا معاك ما شاء الله. عندي عيبه. اجي اجي شوف اجي عندك الفازة في الطوموبيل، راه عندك الفازة. عندك
في الطوموبيل جالسه وحنا غادي نشوفوا كاش نمشيو نوقفوا شي اختي راه كيتسناو. وكتشوفوا معنا الحضور سعيده كيبغيوها الوليدات كيبغيوها جميع الفئات العمريه. تبارك الله. سعيده مرحبا بك اختي سعيده. يا اليوم لورونج اختي لورونج كي اورونج. وانت اختي شاد الجمال ما شاء الله عيني عليك بارده. الناس كتكبر وتتشرف وتابعني بتقوى لا ما نقوش عليك والله حبيبتي عويناتي بارده. عارفك عارفك كتبغيني. فين كبرتي يا سعيده اختي؟ وانا غجره غنخدمها والله من بلاد بلاد ومدينه مدينه. ولكن بصح اش هذا اللوك الجديد؟ واخا تهلاو في راسنا راه جمهورنا كيبغينو خصو يشوفنا ديما زوينين. شي عمليه جراحيه جديده تجميليه عفوا جديده؟ لا درت هو درت شويه هكا وهكا. شنو درتي؟ الجمهور عمليه نحت. اش نحتي؟ نحت الجسم كله من الوجه حتى اولي على الوجه. الوجه ما كيتنحتش ياك وانا ما عارفاش هذا الشيء. انت راكي عارفاني اشنو نحتي الجسم والوجه؟ شوفي بالاضافه للرجيم شويه ديال اللي كيتسمى الصيام المتقطع يعني عاونت به ولكن شكري المتواصل الدكتورة جميلة أطل ناز عبركم كنقول لها ما كتفر ما كت رائعة رائعة جدا ما كتغيريهاش درتي خدمة ناضية منقية وحيد ان دوك النظارات نشوفوا العيون الجميلة باقي بلا نعاس واختي عينك واخا لأنه نعست هذا الفيلم وهذا المولود الجديد ما يمكنش ما نجيش. فين وصلتي تمرت دارك بعد كي؟ لا كملت الحمد لله أنا في داري الحمد لله كل شيء مزيان الحمد لله. وقلنا أناقتك حديتينا ساك تبارك الله جيفينشي أختي هادو لبسة لابسة كنشري ولكن نبغي المحل اللي ناخذ منه يكون هذا ديال هادو كلافرز محل كلافرز. فين كاين هاد كلافرز؟ كلافرز في كازا.
كاين في كازا. كيجيبوا دي مارك ايطاليان دي مارك هادو. اثمنة؟ هو 2000 2500 3000 البياسة على حسب. على حسب كل واحد هو. والساك جيفينشي؟ هو جيفينشي هذا كادو من عند زوج الحبيب. الله يخليه لك. والسيارة قولي لي يا سعيد، أنا ما شاء الله أنا كنت شفت السيارة اللي كان جاب لك الزوج ديالك رضوان الأولى، وهذه تبارك الله سيارة جديدة. لا شريتها سيارتي. هذه ماشي كادو. لا لا شريتها اختي تعبي، هذه تعبي. كان الحلم ديالي نركب هذه السيارة، عزيزة عليا أنا. شحال خديتيها؟ لا ما نقولش الناس. ادخل جوجل غيعرفوها شحال. واخا لا ماشي مشكل. هي كدير بلاتينيوم ولكن شويه بيرسوناليزي لانه فيها سميتي، حتى الكراسه فيها السميه ديالي. هي الكراسه وشنو حتى الماتريكول فيها السميه ديالك. تبارك الله. خصنا نمشيو نشوفوا الماتريكول. سعيده شنو سمعتي على الفيلم؟ الفيلم سمعت اصداء رائعه جدا. مرحبا بطبيعه الحال. هي 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 بلاد البنيته هي الاولى. كتشوفوا معنا المعجبات ديال لالا سعيده، تيجيو باش يتفرجوا يتصوروا معها ويشوفوها ايضا. الوليده وبغى يتصور معاك. خيتي يا خيتي يا خيتي، خيتي على هاد الوليد شحال دريويش وشحال زويون تبارك الله تطلع منه. شو سمعتي على الفيلم سعيد؟ سمعت كاصداء جميله جدا. البارح تابعت شويه ما من كنت في الدريويش، كنت يعني بعيد حتى على الناظور، ولكن كنت متابعاكم بقلبي ومتابعه سي. شوفي لي هاد الوليد هو الاول، حتى هو باغي يتصور. عندنا ما نديرو الوليدات هما الاولين. سلام حبيبه لاباس يا خيتي. شوفي 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 يا خيتي. شوفي اصغر معجبه ديال سعيده شرف، اصغر معجبه. وين يا خيتي على الحبيبه وعلى الزويله الله يصلحها. سعيدة الناس كيبغيو الحمد لله تيحبوك الدراري الصغار اليوم. شوفوا عندي لكم خبر حصري، نقولوا ولا بلاش؟ قولي بيان سور. سكوب بيان سور تقولي. نقول لكم واحد السكوب رائع. هو انه سعيدة شرف بكل تواضع وبكل فخر غادي نمثل المغرب، المملكة المغربية العظيمة والقديرة مملكة المغرب في الألعاب الأولمبية بباريس. سهرتي يوم واحد بغشت، يعني أنا بقالي ثلاثة أيام وغنمشي ندير السهرة. واو شرف. واو 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 إن شاء الله. تقولي واو تبارك الله وصلى على النبي. حنا جد فخورين بك. وشوفي شكون اللي جات، شوفي شكون اللي جات. هاد السيدة هادي عرفتيها؟ جمال المغربي. جمال المغربي زين. ونقول لك انا فاش كنتي جايه في السياره ديال الله عندنا غير فاتي. تبارك الله. فاش كنتي جايه في السياره من بعد كيسحب ليا فاتي، قلت فاتي جيبي فاتي بثلاث طوموبيل. ايوا اختي حاجه زوينه تشبيني فاتي، فاتي رمز للجمال. مازال غتشوفي الدور. شبتيني بشي وحده. لا لا زوينه زوينه. شوفي غتشوفي الدور ديالها اللي دارت وغادي تبهرك فاتي. كي صبحتي فاتي؟ صافا مزيان. واليوم نهار جديد في سينما باتي باش نشوفوا الفيلم. شنو كانت الاصداء؟ لي ميساج اللي وصلوا؟ الاصداء كانت زوينه، سورتو عند بيرسوناج اللبناني وهذا الشيء. الحمد لله. انا سعيده. كي جات سعيده قالت لك دارت النحت. سي فغي. انا باش كتعجبني سعيده ما كتكتبش. بحال اون بوبي. علاش نكذب؟ وليتي بحال اون بوبي. وليتي بحال اون بوبي يا اختي. وانتي دايره النحت؟ مازال. خاص سعيده توريني فين دارت. عند جميله. دكتوره جميله. دكتوره جميله ارنانات. دابا سعيده سعيده باش كتعجبك كتقول لك شنو دارت. علاش غنكذب على الناس؟ درت ديكسا. لا دايره الخميره والحليب. درت ما دوزت. لابو ديالي كنتهلا فيها في داري، ولكن بالنسبه للكور ديالي تهليت فيه ما فيها باس، ودرت الصيام المتقطع وباقا محافظه على، وان شاء الله كنتمنى نبقى محافظه على الكور ديالي. هكا عاجبني. فاتي تا هي الا دارت شي حاجه راه غادا تكون. هكا عاجبني راسي.
يا خواتي تبارك الله ما عندها ما تنحت. لا عندنا عندنا. شوف زوين المرأة تهلا في راسها. اشنو بغيتي تقولي؟ جيتي مع واحد الخبر زوين بزاف. حصري بأن الفنانة المغربية سعيدة الشرف غتمثل المملكة المغربية الشريفة في الألعاب الأولمبية نهار 1 أغسطس. لأنه كاينة 48 دولة فستاسيون أفريك، وعبركم كنقول الجالية المغربية في باريس مرحبا بكم، مرحبا بكم لبخمي أوت. انتم عارفين اش كنقصد، كاينة 48 دولة يعني غتكون منافسة شرسة، و يعني منافسة طبيعة الحال كبيرة. أنا واش كل سبيكتاكل ديالو غينجح، شكون غادي يكون البلد ديالو ممثل بطريقة كبيرة. واخدة معايا بالز ديال الترابوات وديال تمغربيت، ما نخافش عليك، وديال الزليج المغربي مطبوع في الانشال، وديال الطرابش والخريطة المغربية أكيد هنا غنمشي في السناس وفي اليدين وفي كل شيء. ما نخافش عليك في هذا الشيء، هذا الشيء ما نخافش عليك، والعيون عينية غتولي كتلعلع أكيد كتلعلع في باريس، في باريس ليلة سان دوني. ان شاء الله في ستاسيون افريكا نقول الجالية المغربية مرحبا بكم عبر شوف تي في يوم 1 في شهر 8 من الساعة 6 فما فوق. مرحبا بكم كاملين ان شاء الله. شكري المتواصل للسفارة المغربية في باريس، قنصلية باريس، ولا ميغي دو باري ديال ليبيا ربي سان دوني. كنقول لكم شكرا، تبارك الله عليكم. اذا تفضلوا باش تشوفي الفيلم القنبلة، قنبلة الموسم، ومع الفنانة اللي اكتشفوها المغاربة البارح وبهراتنا فعلا، كانت فنانة متألقة لالا فاتي جمالي. مرحبا بكم. عرفتي حتى واحد ما استقبل هذا الاستقبال بيك بوس صراحه. صراحه انا كنت كنسحب لي غيديروا لي شي شوف كتغش هما قدام دابا كتغش معايا. سمحي لي دوز على اختي كي استقبال بحال هكا اختي هذا لو بيك بوس وياه سعيده افار لو بيك بوس السيد انسان متواضع علاش لو بيك بوس ماشي على بزاف عزيز علينا وكيكون سبب في الرزق ديالنا غيخطي علينا طول في عمرو. تشكرك بزاف مولاي ادريس على هذا عرس كبير اللي درتي لينا، شكرا من القلب كفنان وكأخ وكصديق، شكرا لقناة شوف تي في. تبارك الله عليك، عندك سمعة طيبة وعندك فرقة متميزة، كيوصي عليك كيقول لك هذاك الوليد عندك مستقبل كبير وحتى أنت متواضع تبارك الله عليك. شكرا إذن مشاهدينا الكرام مع لو بيك بوس مع الأستاذ دريش حتان اللي دار ثورة في الصحافة المغربية والعربية، وأيضا اليوم كيدير ثورة في السينما المغربية، وإن شاء الله قريبا في السينما
السينما العربية الأستاذ دريس شحتان اللي حارب الجوع الإنتاجي. احنا جد فخورين أننا ننتمي لهذا المؤسسة الإعلامية الكبرى ولهذا الإنتاج السينمائي الرائع اللي صراحة باقي كنقولوا واش بصح حنا كنحلموا ولا هذا واقع. أنها قنبلة، ما قلنا قنبلة كانت قنبلة سي شحتان. أولا شكرا فاطمة الزهراء، شكرا علاء. أنا ما درت لا تصور لا والو، أنا فقط أعمل وأجتهد، نشتغل بهدوء وبصمت سواء في المجال الإعلامي، والآن الحمد لله دخلنا المجال ديال الإنتاج السينمائي. تنديروا شي حاجة بقلبنا تنبغيوها تنحبوها، نتمنى تروق المشاهدين. كما أننا استطعنا ننجحوا في المجال الإعلامي الحمد لله، بعد الصحافة المكتوبة درنا الصحافة الإلكترونية والحمد لله نحن الآن نتربع يعني في الصدارة. تنتمنى إن شاء الله كذلك في مجال الإنتاج السينمائي لأننا نقدم منتوج سينمائي يعجب المشاهدين. الحمد لله الفيلم الأول كان ناجح بكل المقاييس، وتنشكر الطاقم اللي اشتغل معايا في الفيلم الأول. الآن الحمد لله احنا في الفيلم السينمائي الثاني بعد العرض الرسمي، العرض قبل الأول اللي كان أمس واللي كان الحمد لله خلف واحد صدى طيب جدا، وتفاجأت يعني بمواكبة الإعلامية وبالحضور وبالطباع الإيجابي. اليوم احنا في سينما باطي تنعلنوا على الانطلاقة الرسمية للعرض الفيلم اللي شارك فيه حضور كبير ديال الفنانين. يكفينا فخرا على ان السي محمد الجم تيعترف على انه بعد ازيد من 50 سنه من العطاء الفني لاول مره تاق فيه شركه منتجه، وعطيناه دور البطوله في فيلم يستحقها، ولنا الشرف نشتغلوا مع السي محمد الجم كذلك مع السيده الفنانه الكبيره والعظيمه ديالنا نزهه الركراكي اللي حتى هي بعد مسار طويل كانت عندها لاول مره تكون عندها تجربه ديال البطوله في فيلم سينمائي، كذلك السي محمد عاجل وباقي الفنانين والفنانات اللي بسموا على مسار جيد جدا. ومناسبة نشكر سعد المجرد اللي حتى هو شرفنا وعطانا دور مهم في الفيلم، وعطانا الاغنيه ديال شتشت فيديو كليب اللي كان حصريا في الفيلم. ومناسبه خصني نشكر واحد السيد اللي اشتغل حتى هو وخدم في الخفاء اللي هو عصام وشما اللي كان عنده دور كبير وكبير جدا في الفيلم، والشاغل يعني دار معنا التمثيل، دار معنا الديكور، دار معنا اللباس. توخت يعني عطيو حقه واتصل بي اليوم واعتذر على الحضور لان كانت عنده التزامات عائليه، ولكن غيشرفنا ان شاء الله في المستقبل القريب هنايا ان شاء الله. دونك وتنشكر فريق شوف تي في اللي تنحس بالفرحه ديالو في قلبه والعيون ديالو، فرحانين بزاف. والحمد لله هذا تيعطي على اننا الوساط المؤسسه ديالنا غادا بواحد طريقة الحمد لله منفتحة على كل المجالات. الآن دخلنا بعد المجال الإعلامي دخلنا المجال الإنتاج السينمائي، ومن بعد إن شاء الله غنفتحوا على المجال الغنائي. إن شاء الله نحاولوا إن شاء الله نقتحموا هذا المجال ديال الفيديو كليب وننافسوا. لا سكوب سكوب إن شاء الله عند السيد لا بدينا بالخطوات الأولى نحو هذا المجال هذا. الهدف ديالنا هو بلادنا فيها شي ثوره اكيد. شوف الهدف ديالنا هو ان بلادنا زوينه، بلادنا جميله، بلاد الاستقرار، بلاد الامن، تحت خطوات الساميه والرائعه التي يقوم بها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله، فاللي تيشرف بلادنا في مختلف المجالات على الصعيد العالمي، على الصعيد القاري، على الصعيد العربي. فحتى حنايا في المجالات ديالنا خصنا نمشيو على الخطوات ديال صاحب الجلاله ونقدموا منتوج جيد لتشرف الملكه ديالنا. بغينا تكون عندنا اعلام قوي تنافسي خارج ارض الوطن، وبغينا يكون عاوتاني عندنا منتوج سينمائي قوي تنافسي خارج ارض الوطن ان شاء الله. تبارك الله عليكم، حنا جد فخورين. بلا تنقول واحد الكلمه مبروك لانه العمل ما شاء الله بداو ايرادات من اول الايام تعطي عمرات بحكمه ما شاء الله تبارك شاء الله. علاء خليك شي قلت لك سكت خليني ندوي انا واحد القضيه المغاربه اللي مسوقين انا نشوف وحده اللعبه.
صحيح وصلت حتى الاصداء جيده جدا من كراما، كان اقبال كبير وكبير جدا على الفيلم. كاين الناس اللي تيقطعوا الغدا وتيقطعوا الويكاند النت. هذا وصلتني هذه الاصداء من طرف اداره كراما، الان كذلك وصلتني اصداء من طرف فاطي. فالهدف ديالنا هو هذا، الهدف ديالنا شي قلت البارح على انني ماشي فورسيمون نتسناو الدعم ديال مركز السينما باش ننتجوا الافلام، فخاص تكون استثمارات ديال المنتجين وتكون مغامره. والحمد لله انا عندي كامل الثقه لان هذا الفيلم هذا حتى هو ان شاء الله غادي ينجح، وحتى هو غادي يحقق ايرادات مهمه، وغادي نمشيو ان شاء الله في فيلم الثالث غادي يكون ان شاء الله تو مفاجاه كبيره وكبيره جدا، لان غادي يكونوا فيه ما غنقتصروش فقط على الممثلين المغاربه، غنقتصروا على ابطال من المغرب وان شاء الله عنده وابطال خارج ارض الوطن ان شاء الله. بارك الله عليك. حنا بغينا نقولوا الاستاذ ريش حتى اللي خطك علينا رفع راسنا عاليا لا في المجال ديال الصحافه، لانه فعلا دار واحد الثوره في الصحافه لا الرياضيه ولا في الاعلام المغربي، وهو اليوم كيدير ثوره في السينما. حنا جد فخورين اننا ننتمي لمؤسسه شوف تي في قناه الشعب، وكنقول ليه مره اخرى كيف ما كنقولها دائما وكنعاود نقولها انا كنبغيك بزاف وفخوره بك، وكنقولها دائما وكنعاود نقولها وغنقولوا لولا الاستاذ ديش حتى ما كانت فاطمة الزهراء، واليوم عطاني فرصة أنني شاركت أيضا في هذا العمل. إلى شكرا شكرا. أنا ندوي على راسي عندي أخويا على راسي. كنتكلم على راسي أجي سعاد أجي صراحة. الأب الحنون، الأخ الحنون، الأب ديالنا الروحي اللي خطي علينا، كيحتوينا كيحتضننا كيوقف معنا، كنقولوها دائما في العلن. وسعاد حتى هي راه زميله ديالنا ورئيسه التحرير ديال قناه الشعب شوف تي في، لتا هي تعطات الفرصه، فكنقولوا لك كنبغيوك وكنحبوك بزاف. الله يخطيك علينا والله يخليك لينا، وانا كنبغيك بزاف لان فعلا فعلا لولا الاستاذ ريش حتى ما كانش غيكون علاء، ما كانش غتكون فاطمه الزهراء، ما كانش غتكون سعاد، والزميل ديالي سعيد اللي حتى هو ايضا عنده واحد الدور كبير، وجميع الزملاء مولداتك فاطمه الزهراء. زعما بصدق والله لا راه العنصر البشري هو الاهم بالنجاح ديالك. ولكن انت ما منكش الجوج عاوتاني، لولا انتوما ما غاديش تكون شوف تي في، ما غاديش تكون. كاين واحد 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 جندي خفيه عندنا حنا في واحد المؤسسه اللي تيشتغل بواحد التفاني بواحد الحب. ما تيعرفوش الناس سفيان الزيناوي. اجي سفيان اجي سفيان غير اجي ولدي. خلي بعيد على الاضواء، خليك بعيد على الاضواء، خليك بعيد على الاضواء كيعرفوك. وي تصبيقه تحرر سفيان الزيناوي. فريمون راه تقريبا التنظيم ديال لاد الامس لاد اليوم بطبيعه الحال جميع الزملاء، ولكن راه دار واحد المجهود خرافي وخرافي جدا. تنحييه من هنايا من المنبر. وشوفوا الزملاء كلنا نقولوا لي كنبغيوك. لا غيجي البارح كانت صفريوي اسامه تبارك الله ولدات عبد المولى، وتنقولوا لعلاء عيد ميلاد سعيد. تنقولوا لي هابي بيرث داي تو يو، شرفتي يا علاء. جوايز هادي شوف تي في هادي. جويز انيفيرسير، جويز انيفيرسير. زغرت يا سعاد ما نعرفش. اول شوقك في العمل، عمل بامتيازات ما شاء الله. اول شيء شهادتي مجروحه، شهادتي مجروحه. مش مجروحه، نجيبو سبارات. مجروحه في كل ما يتعلق بهذا الانتاج الفني، لا الاول ولا هذا، لانه في الاول بالنسبه لي فيلم الاخوان كان تجربه ناجحه بكل مقاييس، ولكن اليوم استاذ سعود اصبحنا نقول السيد شحتان عنا كنعطيو الخبز الخباز. برافو سعيده، برافو. اصبح صاحب الخبز، ما بقاش تجربه. فتبارك الله عليك، يعني كفيت ووفيت. بالنسبه لي البارح كنت معكم بقلبي وجوارحي، صحيح انه كان عندي التزام وحنا يعني كان عندي التزام فني وما كانش ما كنتش نقدر نجي، ولكن كنت متابعه عبر الانستغرام، عبر كل المواقع، عبر ما شاء الله كل شيء كان يتحدث على استا سعود بكل مقاييس، يعني لا من حب كفنيه ولا من سيناريو ولا من اخراج ولا من ما شاء الله الكم الهائل والمتنوع على مستوى الفنانين، ولكن ملي كنجيو كنقولوا مستوى انتاج، كنقولوا انتاج ضخم وبهذه الطريقه وبهذه الحبكه الكبيره، ويعني في مستوى بمواصفات ومقاييس عالميه، فكنقولوا هنيئا للسينما المغربيه لشخص اسمه السيد دريش شحتان. انا فخوره بك كفنانه وكانسانه وكصديقه لقناه الشعب شوف تي في، كنقول فخوره بهذا العمل
وانا كنت متاكده وانا راهنت قبل ملي حطيت عندي البوست وانا ما عارفاش شنو غتكون اصدى، ولكن قلت ستكون قنبله الموسم، ربي ما خيبنيش، ستكون قنابل اخرى ان شاء الله على كل المستويات. في فين ما حطيت يديكم ان شاء الله غادي تربحوا، فخوره بكم ك على كل مستويات، فخوره بك كذلك كشخص وكانسان شمل الاستاذ دريس دابا. شوفي كل الناس واقف معنا، انا عارفه اش كنتي تحسدوا الغيره، كان غير اختي على الاستاذ ديالنا. وقبل ما نختموا ما نساوش فعلا كاينين جنود الخفاء، تنقولوا استاذ دريس الله يخلي لك العائله ديالك، الله يخلي لك العائله ديالك، الله يخلي لك الزوجه ديالك والوليده ديالك اللي كيحبوك بتفاني، وكان ليهم واحد دائما حاضرين هذوك طبيعه الحال التواجد ديالهم، لان لولا الحب ديال الاسره وديال العائله حنا تعلمنا واحد الحاجه مهمه من عند الاستاذ دريس الشحتان، واللي هي الحب. الا ما كانش الحب والوفاء حنا عائله مع بعضينا، الا ما كانش الحب والوفاء اكيد حتى شي حاجه ما غتنجح. فكنحييو اختنا وحبيبتنا الزوجه ديال خونا، تنقولوا لها برافو عليك، راه وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، كنقولوا لها تبارك الله عليك. هي جندي من جنود الخفاء وبطبيعه الحال بعيده عن الاضواء، ولكن كنقولوا لها امراه بألف راجل، تنحبوك وكنبغيوك، وانسانه طيبه، انسانه دي جورديه، امراه بألف راجل، سعدتنا بها وسعدتنا بك استاذ دريس، تبارك الله عليك. نقطه اخرى مهمه، لو انني ما كنتش في الناظور، لو كنت في امريكا اليوم كنت غنجي. تبارك الله عليك، تصبيحات حاره. اذا مشاهدينا الكرام تبارك الله على السعاد اللي ادت هي الدور ديالك. شكرا، هذا واجب، بالعكس حنا فخورين اننا كنشتغلوا تحت قياده رجل صحافه ورجل الفن كذلك، دابا رجل الفن بامتياز. انا عندي غير واحد السؤال، يعني صراحه كنت الرجله الذي تحتاجه السينما المغربيه، ما السر في هذا النجاح ديال الافلام؟ تبارك الله، غير البارح العظمه قبل الاول، واليوم راه كاع التذاكر تباعت. نتمنوا ان شاء الله النجاح. انا كما قلت سير الله 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 يرضى الوالدين، الله يرضى الوالدين، وتنشتغلوا بحب. هذا هو اي واحد خدم بنيته وشاغل بحب ربي غيسهل عليه. هذا هو هذا، ما كاينش شي سير زعما خارق العاده. توحشتي طبع ديال الوالدين، الاستاذ دريس الشحتان مرضي الوالدين والعزيز على مهمته عبر ما يتخص. الى اللقاء. عمري ديال القبر.